أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون فاطلب العلم فإنا مسلمين وبدين الله دوما عاملين وعلى الحق سنبقى مخلصين إننا قوم خلقنا قيمون. أنتم تستمعون الآن لإذاعة البيان، إذاعة البيان بالزاوية 94.5. كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. يسر إذاعة البيان أن تقدم برنامج أيام عمر للشيخ حسن الحسيني. هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر. هذا عمر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد.